نحن لا ننكر أن الدين كالطاقة، الطاقة يمكن أن تصنع بها السلام والازدهار والحدائق الغناء، لكن يمكن أن تصنع منها القنابل التي تدمر البشرية. ليس الدين وإنما هو صناعة التدين. وما أظن أن هناك دينا من الأديان ولا نظاما اجتماعيا أو دستوريا رحم الإنسان وعصم دمه مثل ما عصمه نبي الإسلام. لا شك أن هذا المؤتمر سيلقي بظلاله بإذن الله عز وجل، يرد على الشبهات والأخطاء والمغالطات التي يثيرها التطرف. النبي صلى الله عليه وسلم أنبأهم بالسلام الذي سيأتي فيما بعد، ولكنكم تستعجلون. نحكي هذه القصص ونقدم تحديا للشباب لنحول طاقته إلى عمل صالح. يمكننا أن نوجد جيلا كاملا من صانعي السلام.